وطلحة في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد
الرحمن بن عوف في الجنة والزبير في الجنة وعامر هو أبو عبيدة بن الجراح قال هو في الجنة. هؤلاء عشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد أنهم في الجنة. وخير هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وخير هؤلاء أبو بكر وعمر. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال كنا في عهد قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول خير أصحاب محمد أبو بكر ثم عمر. ويبلغ ذلك يقول عبد الله قال أقول هذا الكلام ويبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الأصحاب هم أبو بكر وعمر. وثبت في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يعني علي بن أبي طالب أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير؟ قال أبو بكر. يعني قال علي أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال قلت ثم من؟ قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من المسلمين. هذا علي بن أبي طالب يشهد بالخيرة وبالفضيلة لأبي بكر وعمر ويجعل نفسه واحدا من المسلمين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. بل ثبت عنه أنه قال يعني ثبت عن علي أنه قال كما في السنة في أبي عاصم لا يلزمني عن أحد أنه يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته حد المسلم. بل إن أبا بكر وعمر سيدا أهل الجنة إطلاقا بعد النبيين والمرسلين. وقد ثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدا أبو بكر وعمر قال أهل الجنة سيدهم أبو بكر وعمر من الأولين والآخرين على السالكين والمهتدين. والحديث رواه غير واحد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. إن الواجب علينا أمة الإسلام أن نعرف للصحابة فضلهم ونحفظ لهم قدرهم ونعرف لهم مكانتهم. فهم انصار النبي الكريم وحملة هذا الدين وهم الأمناء العلوم الثقات الأثبات الذين بلغوا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه ووعوه وبلغوه للأمة تاما صافيا نقيا بلا زيادة ولا نقصان. فيجب علينا أن نعرف لهم حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إن الواجب علينا أن نحفظ لهؤلاء الأخيار قدرهم ونعرف لهم مكانتهم وكيف لا يحفظ كيف لا يحفظ قدرهم وهم حملة دين الله. ويجب علينا أن نعي تماما أن الطعن في الصحابة أو في واحد منهم طعن في دين الله، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. فالصحابة هم الذين بلغوا لنا الدين، فإذا طعن في الصحابة فقد طعن بمن أدى لهذا الدين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأمر أعظم من ذلك بل هو طعن فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطعن في الصحابة طعن في رسول الله فهو طعن في ذات الله عز وجل، لأنه لم يختار لعباده من هو خير لهم بل لم يختار لهم شيئا كاملا يجوز الطعن فيه. فعلينا أن نحذر غاية الحذر من دعاة الفتنة الذين يسعون للتقريب بيننا وبين أولئك الأشرار الكفار الفجار الشعب الحاقدة الذين جعل الزيت لهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاص حقه بل وطعنهم في أزواجه في فراشه صلى الله عليه وسلم وطعن في صحابته. نسأل الله أن يكفينا شرهم ويعلمنا ديننا انه جواد كريم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي المختار الامين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد عباد الله، فاعلموا ان نهج اهل السنه مع الصحابه نهج كثير ومنسك وسط
فهم يستهزئون فيه امر الله وامر رسوله بلا نفاق ولا تكذيب ولا غلو ولا جفاء. فهو مثل كل مسلم اهل السنه في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلك المغار جرى عليه اهل السنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والى وقتنا الحاضر. فهم في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امرهم الله عز وجل بل وفي جميع العلماء والصالحين. فالصحابه الكرام والائمه الاعلام حازوا الى الثوابت والفواصل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وادركوا به من قبلهم، فصاروا اعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين. وحسب من بعدهم من الفضل ان يسير خلفهم وان يهتم بهداهم. ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مهتم به وسائر خلفهم، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الانصار والمهاجرين، لما ذكرهم الله عز وجل في سوره الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. يعني كما قال الامام السعدي: الذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والانصار يقولون على وجه الصدق لانفسهم ولسائر المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. وهذا دعاء شامل في جميع المؤمنين السابقين من الصحابه ومن قبلهم ومن بعدهم. وهذا من فضائل الايمان ان المؤمنين يندفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركه في الايمان. فالمؤمنون لحظه واحده تجمعهم كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ان يسب بعضهم بعضا ولا ان يطعن بعضهم في بعض. كيف اذا التقى الامر الى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله الدين وامناء هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز لنا ان تجتمع اولئك الذين يدعون الى التقليد بيننا وبينهم؟ وقد جعل بعضهم من اولئك الدعاة جعل الخلاف بيننا وبين الشيعه خلافا يسيرا، فقال: الخلاف الذي بيننا وبين الشيعه خلاف يسير، انهم يقولون على مثلا القران الذي بين ايديكم عباد الله، يقول القران ناقص منه بعض الشيء، وهل هذا خلاف يسير؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتكم عباد الله، أن من ظن أن في القرآن حرفا زائدا أو أن القرآن قد نقص منه حرف فهو كافر. لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل يقول: أنا حفظت كتابي وحفظ الله عز وجل دينه. وكذلك السنة فهي وحي إلى الله، فمن زعم هذا فقد كذب الله عز وجل. فكيف يجعل الخلاف بيننا وبينهم كثيرا وهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه وفي صحابته ويتهمون فراشه الطاهر النقي صلى الله عليه وسلم؟ رضي الله عن ام عائشه وارضاها، نسال الله عز وجل ان يجمعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الجنه، انه جواد كريم. علينا عباد الله أن نحذر راية الحذر، خاصة ونحن في هذه الأيام أيام المحرم، كما تقام تلك المسيئات الكاذبة الفاجرة التي فيها ما فيها من الشر، لعل كثيرا من المسلمين لا يدري وأبناؤهم يتفرجون على أولئك السفلة. فاحذروا عباد الله، أهموا بيوتكم، إياكم أن تمس عقيدتكم، احذروا راية الحذر، فإنكم تؤادون على دينكم فكونوا على حذر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا، إنه جواد كريم. كما نسأله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Allah is the Most Gracious, the Most Merciful.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر.